كلمينا النهارده عن حضور طبعا افتتاح المهرجان الكبير للمسرح التجريبي. كلمينا عن اليوم المميز ده. انا مبسوطه جدا بالمهرجان، فرحانه بمهرجان بلدي جدا. كل المهرجانات المسرحيه انا بفتخر بيها وببقى مبسوطه جدا جدا وانا موجوده فيها. والمهرجان التجريبي بالذات مهرجان كبير، مهرجان دولي كبير جدا، كل العالم بيتهافت على انه يجي يشارك في المهرجان. فدي ده فخر لينا، وانا ببقى فخوره بمسرح بلدي دايما. مفيش حاجه صورت معاها الا وما سالتني على موضوع محمود حميده. بالظبط يا جماعه، محمود حميده ده فنان كبير جدا، قيمه كبيره فنيه، ما يتكرم في اي مكان، نتشرف بيه كلنا. ماله انا لما اروح النهارده اتكرم في مهرجان الدراما، محمود حميده هيقول لي لا انت مثلتي قليل في الدراما ومثلتي كتير في المسرح. بنحبك قوي كده يعني. لا طبعا، لا، محمود حميده قيمه كبيره، نفتخر بيه ونتشرف بيه في اي مكان. وبعدين بتوع المسرح كانوا مكرمين. يعني النهارده بتوع المسرح، اساتذه المسرح، الدكتور صبحي السيد استاذ الديكور الكبير، والاستاذ القيمه الكبيره الاستاذ محمد عبد المعطي، شوف الناس مستقبلاهم ازاي. يعني احنا كلنا داخلين في بعض، المانع يعني ان احنا قيمه كبيره زي محمود حميده يكرم النهارده؟ يعني العكس، ايه المانع يعني؟ مش عارف. شكرا لي وشكرا للدكتور اشرف. انا ما خدتش حقي، بس انا اللي مقصره كنت في حق نفسي الحقيقه، ما حدش ظلمني الصراحة. يعني أنا المقصرة في حق نفسي. طب ليه؟ يعني تسجل مين؟ قعدت شوية. يعني ظروف خاصة بعدتني شوية، زائد أن المسرح خدني شوية، والمسرح احنا عارفين ان هو ما بيمثلش شهرة قوي للفنان، لكن هو متعة في حد ذاته. انا مش ندمانة ان انا بعدت عشان المسرح يعني. فهو ده اللي اخرني شوية، لكن مؤخرا بدأت الحمد لله ارجع تاني للدراما. طب ما لكيش اي اعتاب او لوم لحد في رصة الفنان؟ خالص. ليه بالعكس. انا بحب مهنتي جدا، بحترم اهل مهنتي جدا جدا. واي تقصير انا المسؤولة عنه، مش اي حد. ما اقدرش الوم حد ابدا. ربنا يكرمك والله. طب اللي جاي ان شاء الله؟ اللي جاي خير يا رب. ادعي معايا ان انا اعمل حاجات كويسه في رمضان اللي جاي. يا رب. والمسرح برضه في حاجه رسمي في رمضان ولا لسه؟ لا لسه شويه، لسه السيناريوهات بس معروض عليك. يا رب خير باذن الله وتوفيق دايما ان شاء الله. شكلك جدا والله، ربنا يكرمك.